قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. الحمد لله اكتسبت واحد القوة اللي هي قوة خطيرة نقدر نطير. السلام عليكم متابعينا الكرام، متابعي قناة ميديا ديزاد، خوتنا جيناكم في فيديو جديد وخبر جديد كالعادة، معكم خوكم شرف الدين. قبل مشاهدة هذا الفيديو خوتي كالعادة وصلوا 4000-5000 لايك، زكارة في الحاقدين على كل ما هو جزائري، وخليولنا أراءكم في التعليقات. نخليكم على الفيديو خوتي. السلام عليكم، صح فطوركم خوتي. فيديو اون اورجونس بور لافاف، نقول بهلول وعساوي كلكم يفكوا فو بارتي توس. لازم هادو من الناس اللي والفوا الامتيازات والفوا المصان والفوا الماكلة والفوا ليزافير والفوا البزنس والفوا كل شيء بدون ضجيج، ارحلوا بدون ضجيج بكل احترام، خليوا الجزائر تافونسي، خليوا لافاف تافونسي، خليوا الفوت يافونسي في الجزائر. خلاص فشلتوا فشل ذريع، خليوا الفرصة للشباب الجزائري. أنا راح نتكلم وندير نداء لأي مسؤول يقدر يدير حاجة ونطرحوا ونناقشوا بيناتنا الأمر هذا. كاين زوج حوايج راح نتكلم فيهم خاوتي لافاف، والموضوع الثاني هو درنا طلب تاع اعتصام السمانة جاية في زوريخ أمام لافاف، ليس فقط على ما جرى للجزائر بل حتى مصر. لا كاف لازم اعتصام. شوف تونسيين، نداء الى خوتنا التونسيين، خوتنا المغاربة، خوتنا المصريين، خوتنا الليبيين، موريتانيين، الماليين، كلهم لازم لا كاف، لازم هذه الفضائح اللي رامي تسطروا عليها الفيفا، افريقيا اللعينة افريقيا هذه تاع العالم السادس، لازم نديروا اعتصام باش نديروا ضجة اعلامية كبيرة، واطلب من كل الاعلاميين المساندة وكل الجزائريين المساندة وخوتنا التوانسة المساندة، لانها الكاف مافيا ولازم نضعوا لها حد. هذه المافيا تاع لاكاف، هذه تاع افريقيا، لازم نضعوا لها حد. نرجع الموضوع الاول اللي هو تاع بهلول وعيساوي ولافاف وهذوما الناس اللي محبوش يحشموا على عرضهم، بكل احترام ارحلوا. والشي اللي راكو تديروا فيه سي كونوا رجال، وكونوا إذا كنتوا رجال صاي سي بون. أنا نتمنى نقول لخاوتي واش رايكم الأفكار، باسكو باش نافونسيو باش نديروا حاجة مليحة للبلاد ونديروا حاجة مليحة لكرة القدم في الجزائر، لازمنا واحد رئيس تاع لافاف اللي يكون رئيس الاتحادية، يكون واحد كي يدخل لاكاف الناس تنحني أمامه، كي يدخل البلاصة في العالم الناس تحترمه. وشكون هو هذا السيد هذا؟ خمو شكون؟ انا والله خممت، انا نقول لكم رايي رغم انني ما نتفهمش معاه في عده امور ويكرهني، لكن انا مصلحه بلادي، اي واحد حتى ويكون عدوي مصلحه بلادي هو انا نساندو. لما يكون واحد يخدم مصلحه بلادي نساندو، كاش ما نتفهمش معاه. انا ما نمشيش انا نمشي بالكفاءات وباللي وصلنا للاهداف، ما نمشيش بالولاءات، يعني احبابي وذاك حبيبي، لا، انا اللي يخدم الجزائر ويخدم مصلحتنا ويكون هو اهل المكان هذاك انا نساندو. واش رايكم خوتي الجزائريين في رئيس لافاف يكون ماجير رابح، ماجير محترم دوليا، رغم خلينا من مدرب مخفق لكن ما تفاهمناش معاه في امر. واحد يقول لك راه، واحد يقول لك زد شي، احنا ما نسيتو حتى الواحد وما نقولو حتى الواحد. واش رايكم؟ انا اتمنى من رئيس الجمهوريه يدير يعني هكذا، ولا وزارة الشباب والرياضة ماتشير على رأس لافاف، وقوة واحد ما يقدر يكسره، ويعرف الدواليب تاع لافاف ويعرف خرايبهم كاع، وحتى في الخارج في لاكاف قمة ماتشير سي ما يعني مهما كان كريتيكينا وكل شيء لو موند اونتي يستعرفوا به. هادو هما الناس اللي نافونسيو معاهم، اللي قدمونا، اللي خليو تتقدم الأمور. أما المافيا هذيك اسيدي كما كومش مافيا يا سي بهلول وعيساوي، ما نهضروش على 700 مليار اللي كليتوها ولي زافير ومنا ومنا، ما نهضروش معاك. اباك كون يديروا لكم تحقيق، العداله تفتح عليكم تحقيق، ديجا محلين عليكم تحقيقات، قسما بالله العظيم غير ما يبات واحد البرا كل تروحوا للحبس. اذا راكم خايفين من الحبس،
ينستقيل وصاي يخليو الشباب الجديد هذم لا جوناس الناس الجديد هذم اللي عندهم شويه مبرونشين وناس ناس شويه واحد جايبين لي واحد والله العظيم واش راح يقول فمي. انا لا انتقد مثلا هكذا نقد لي شخصا ولا حاجه، لكن ارحلوا يا سي بهلول يا سي عيساوي، راي ريحتكم فاحت وكونوا رجال وارحلوا وخليو لافاف الان يجيو يكتب جديده كامل تروحوا كامل 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 تروحوا اخفقتوا يكيب تروح جي يكيب جديده نوفالير، باسكو ما تبقاش هذيك التخرويض والخلاط ومن هنا. واتمنى يجي رئيس الفاف يكون ماتجار، لانه ماتجار قوه يعني يعني يقدر يجيب يعني لو بلوس، il peut apporter le plus، il peut faire quelque chose. واتمنى منكم تروحوا، واتمنى من الشعب الجزائري يسندني في هذه لاكسيون هذه الاتحادية. لازم نترى يخرجوا كامل، لازم نوفالير، لازم شباب جديد، هذا مافيا تاع رئيس وارد كبيره والكرسي واعر، واحد موالف وكل شباط اللي زوتيل باط اللي فواياج باط تحسب روح يسيبك يسيبها لك هكذاك. لازم نعولوا كشما كان رئيس الجمهوريه ولا مؤسسه لا مؤسسه الجيش، هما اللي يقدروا كشما كان يديروا حاجه. يعني نتمنى يديروا حاجه، ما كانش نبقاو سيركل فيسيو وهذا ما كان. انا رانا كل واحد يدير في واش بتاعه، رانا نجريو كما يقول لك ربي سبحانه، يقول لك كما يقول لك احنا مسلمين، اللي يجتهد وينجح او عنده حسنتين اجرين، واللي يجتهد ومن عنده اجر، احنا رانا نجتهد والباقي على ربي سبحانه. هذا ما كان، ما مشيتوا الواحد ما نمشي مع واحد، احنا اللي تمنا الجزائر، واللي يحب ينتقد ينتقد على الاقل احنا رانا في التيران، ما احناش في المواقع، احنا رانا في التيران وحنا نناظروا. اذا الموضوع الثاني خاوتي، السمانة الجاية كل جزائريين ليس الجزائريين فقط، لا هذه هي اللي داير الفكرة، لازم لاكاف لازم لاكاف ردوها العالم كامل يسمع بها بلي راهي كوربسيون ومشاكل. وعندي حتى أمور على تاع الكوتا من قبل القرعة، من قبل القرعة شهادات وناس خشان مسجلين صوت وصورة كيفاه الكوتا تاع ثلاثة أفارقة سود واثنين من العرب وما يطلعوش ربعة، هذه كامل كاين تسمى راهو مش غير الفضيحة تاع الرشوة. لاكاف مافيا وما نحكي لكمش، انفانتينو واش يقول؟ يقول لك بليز بلاش يبهادل، احنا خويا مصلحتنا لازم، هذه هو التايمينغ، هذه هي الفرصة تاعنا خوتنا التوانسة، الإعلاميين التوانسة نموت عليكم ونحترمكم بزاف، اخواني المصريين أينما كنتم، أنتم لوبي قوي، لازم نحطوا اليد في اليد خوتنا تاع ليبيا تاع الرابطة الليبية تاع موريتانيا تاع مالي تاع المغرب، مهما كان خوك ولا يغرك عدوك. خوك ولا يغرك عدوك، لازم لاكاف هذه نضعوا لها حد. الاسبوع القادم راني ننتظر في الرد على السلطات السويسريه، على الخميس القادم لازم نجيوهم هاجوش وماجور، ليس الجزائريين فقط، كل شيء دوك غير يعطيوني الموافقه ننشرها ونديروا النداء، لازم كامل نتعاونوا خاوتي. هذا ما كان والفضائح كاين، لازم نفضحوهم امام العالم. لاكاف هذه هي الحلقه الاخيره تاعهم، وهذه هي الفرصة تاعنا اللي فريمون نحطوا اليد في اليد لكي نفضحوا هذا الخونة ولا كاف هذه نضعوا لحد. واتمنى من لافاف من رئيس الجمهورية ان يضع او يعني ثقته ولا يضع وزير شباب الرياضة يضع ثقتهم في رابح ماجار ويقنعوه، وهذا نداء رابح ماجار، لانه انا على بالي واش كاين في لوموند، وكل رانا على بالنا باللي راهو ماجار محترم دوليا يحترمه قوة، شكون اللي ما يحترمش ماجير؟ شكون اللي ماجير اي واحد في العالم يحترمه؟ احنا ما نتهموش معاه، كريتيكيناه وكل شيء، لكن من اجل مصلحة الفوتبال في الجيري ومش نديروا لوبي تاعنا تاع الصح ويديروا دي كونسي تاعه ويخدموا معاه، معليش زطشي ولا روراوا معليش، وراه البروبلام كان حتى مشكل، ما كان حتى مشكل، مي ماجير انا نشوف فيها على حساب الحسابات اللي راني نديرها هو المؤهل لي فريمون راح يدير كالك شوز ويلا بورت لو بلوس وقوة، يعني حتى كي يوقف سي ان اونسيان جوار انترناسيونال واسم متروس، يعني ما كانش لعب ما يبان معاه لا ايط ولا قط ولا قط لا واحد اخر. واني ما نطولش عليكم خاوتي، وهذه هي انا اللي حبيت نقول لكم عليها، هذه هي فريمون الفيديو هذه، والاسبوع القادم وجدوا رواحكم لي سالجيريان تاع ليون تاع ميلوز تاع الالمان، راكم قراب زوريخ قريبه من تما، غير نهزوا لوتوريزاسيون جيو اعتصام تما نزلزلوها.
وراو الاعلام عليا ما تخموش، راني الاعلام كامره عليه راهو بالو كانوا رانا مجدين وكل واجدين. قال خويا عطيونا حاجه ملموسه ورانا هنا، الملموس كاين، رانا محتاجينكم ساندونا خاوتي الاعلاميين وجماعه اللي غير وغيارين اللي يحبوا هما اللي لولا تاع الفيلم ما كنت هما الطفل تاع الفيلم. انا راني غير سبب، راني عبد ضعيف برك، راني ندير برك ما كان نديروا حاجه نفرحوا بها الجزائريين. ربي راه يعلم واش كاين في القلوب، باسكو كاينين واحد الغيارين يحبوا غير هما لولا تاع الفيلم، ناس عروبيه بخاطيهم خلاص ولاو يحبوا المهم ما عندنا ما ندخلوش في هذه. خوتي بارطاجيو لا فيديو، واللي عندك شي مكان واحد اهله في الجاليه بعثوا له لا فيديو يوجد روحه، غير تجينا لوتوريزاسيون السمانه الجايه الخميس زوريخ لازم زلزلوها، وليس فقط الجزائريين، هذه الفكره خوتي الاعلاميين التوانسه المصاروه كلكم ليبيين لازم كلكم تديوا الفكره هذه باش نديروا حل بها. السلام عليكم خوتي وبارطاجيو لا فيديو. السلام عليكم، صحة سحوركم ومبروك العواشر. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.